مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة النبأ، ونبدأها بأبرز العناوين. 14 شهيدا وستة جرحى، الحصيلة النهائية لاستهداف مقر المفوضية في طرابلس. ميليشيات الكرامة تقصف المدخل الغربي لمدينة درنة بالمدفعية الثقيلة. قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر يواجه دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الهجوم على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس بلغ 14 شهيدا وستة جرحى، تتفاوت حالتهم بين البسيطة والحرجة. الوزارة في إحصائية لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية أكدت بأن حالات الوفاة وصلت إلى مستشفى بوسليم والهضبة وطرابلس المركزي ومركز طرابلس الطبي وبعض المصحات الخاصة، وكان من بينهم مدنيون، فيما غادر أغلب الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. وكانت وكالة رويترز ذكرت أن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس. ونقلت رويترز عن وكالة أعماق للأنباء قولها إن الانتحاريين انطلقا نحو مقر المفوضية واشتبكا مع عناصر الحماية في مبنى المقر. أضافت الوكالة بأن منفذي الهجوم اقتحموا المبنى وأضرموا النار فيه. التاريخ 2 مايو 2018، هجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات الواقع بغط الشعال في العاصمة طرابلس. الحادثة بدأت من البوابة الرئيسية للمفوضية عندما اشتبكت عناصر الأمن مع سيارة على متنها انتحاريون سارعت بالدخول إلى باحة المقر. عقب ذلك جد اشتباك بين المهاجمين وقوات الأمن المركزية التي تؤمن مقر المفوضية، انتهى بتفجير اثنين منهما لنفسيهما. صار اشتباك كبير جدا حيث تم قتل بعض منهم وقام البعض الآخر الموجود بتفجير أنفسهم داخل مقر المفوضية، واشتعلت النيران بأحد مباني المفوضية بالكامل. تفجير أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وبحسب نائب رئيس المفوضية عبد الحكيم بالخير فإن الانفجار خلف أضرارا مادية بالمبنى الإداري والمالي، وتمكنت فرق السلامة من السيطرة على الحريق الذي شب به. كما نجت غرفة قاعدة البيانات الخاصة بسجل الناخبين من الحريق الناتج جراء الهجوم. والتأكيد لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح في مؤتمر صحفي عقب الحادثة مشيرا إلى أن لديهم نسخة احتياطية من منظومة المفوضية وأنهم قادرون على تفعيلها خلال ساعات. ما تم استهدافه اليوم هو مستقبل الليبيين وخيار الليبيين، ولم تستهدف المفوضية كمفوضية، ويجب أن يعي جميع الليبيين وأن تعي الأطراف السياسية حقيقة هذا الأمر. حالة من الهلع أصيب بها موظفو المفوضية أخلي على إثرها المقر بالكامل تحسبا لأي جديد قد يحدث. وأعلنت مديرية الأمن المركزي بطرابلس حالة التأهب القصوى في المناطق المحيطة بالمفوضية والمراكز الحيوية. تطور جديد يطرح تساؤلات عن هوية منفذي الهجوم والأسباب الكامنة وراء ذلك وما تداعياته على الاستحقاق الانتخابي القادم. ومن جانبه قال وزير الداخلية المفوض بالحكومة المقترحة عبد السلام عاشور، قال إن وزارته تحقق من خلال لجان تقصي في حيثيات الهجوم على مقر المفوضية في مدينة طرابلس. وأشار عاشور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى رفع حالة التأهب الأمني. بالنسبة لجنسية أو هوية الذين قاموا بهذا العمل الجبان لا زالت غير معروفة إلى حد الآن. هناك أجهزة تحقق في هذا الموضوع، شكلنا لجان تحقيق من كل الأجهزة الأمنية
تباشر عملها الآن بشكل كبير وبشكل عاجل. الهجوم على المفوضية العليا للانتخابات أثار ردود فعل واسعة على الصعيد المحلي بين استنكار وإدانة ودعوات للحكومة المقترحة للقيام بواجباتها في تأمين طرابلس. نستعرض جانبا من هذه الردود في التقرير التالي. الاعتداء على المفوضية العليا للانتخابات لم يكن ليمر دون عاصفة من الإدانات والاستنكار على الصعيد المحلي، خاصة مع العدد الكبير من الجرحى والشهداء وفي ظل وضع سياسي مضطرب. المجلس الرئاسي المقترح دان الهجوم واصفا إياه بالمحاولة البائسة لتعطيل المسار الديمقراطي، وكذلك كان موقف مجلس النواب الذي قال إن مثل هذه الأعمال تسعى لنشر الفوضى وتحول دون قيام مؤسسات الدولة. من جانبه نعى المؤتمر الوطني العام شهداء الهجوم وأهاب بالجهات المسؤولة الأمنية منها والضبطية بملاحقة الجناة ومعرفة من يقف وراءه. المجلس الأعلى للدولة بدوره دان العملية ووصفها بالإجرامية، داعيا مجلس النواب لتوافق سريع ينهي المرحلة الانتقالية ويوحد مؤسسات الدولة. مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني استنكر الهجوم ووصف من قام به بأنهم يخدمون الأجنبي لمنع الاستقرار وقيام الدولة. قد يكون الدافع لهذا الأمر طمع في الدنيا وفي المناصب وفي الكراسي وفي التآمر على الوطن وفي طاعة الأجنبي وخدمته والانصياع له وتنفيذ رغباته، بحيث لا يعني تبقى هذه الأمة ولا تعيش مستقرة. التيارات السياسية كان لها ردة فعلها هي الأخرى، حيث طالب حزب الوطن الحكومة المقترحة بالالتزام بواجباتها وعلى رأسها الوضع الأمني داخل وخارج مدينة طرابلس. حزب الجبهة الوطنية اعتبر على لسان أحد قياديه عبد الله الرفادي أن الهجوم ينم عن عمل مخابراتي يرسل رسائل متعددة غرضها إفشال العملية الانتخابية. حزب العدالة والبناء دعا الحكومة المقترحة إلى ضرورة ضبط الأمن وملاحقة الجناة مع توفير رعاية الصحية اللازمة للجرحى. وسط أخذ ورد وجدل حول الانتخابات في الأوساط السياسية الليبية، يأتي الهجوم على المفوضية ليكشف استهداف ركائز الدولة المدنية في ليبيا أو ما تبقى من مظاهرها ومؤسساتها، ويطرح تساؤلات عن الجهة المستفيدة منه. ردود فعل عربية ودولية منددة وغاضبة تبعت الاعتداء. التقرير التالي يرصد عددا من هذه الردود. مشهد دموي غير مسبوق شهدته العاصمة طرابلس في هجوم انتحاري على مقر المفوضية العليا للانتخابات، تبناه تنظيم الدولة ما جعل دولا عربية وغربية تخرج عن صمتها وتدين ما حدث. الأمم المتحدة دنا أمينها العام أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي طال المفوضية، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بتنفيذ خطة العمل الخاصة بليبيا للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار. الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى دنت الهجوم على لسان القائم بأعمالها ستيفاني ويليامز، وأكدت وقوفها في جانب ليبيا لمحاربة الإرهاب. الموقف ذاته اتخذته كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الهجوم الذي راح ضحيته شهداء وجرحى. لم تكن العملية السياسية في ليبيا غائبة عن تلك الإدانات، فإلى جانب تنديد فرنسا وإيطاليا بالهجوم، رأت أن هذه الأعمال الإرهابية تسعى لتقويض جهود الأمم المتحدة والأطراف الأخرى للدفع بالعملية السياسية في البلاد. تركيا هي الأخرى استنكرت الهجوم على المفوضية، مجددة دعمها وتضامنها مع الشعب الليبي ضد المحاولات التي تستهدف استقرار وطمأنينة البلاد. عربيا استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم وصفا إياه بالإرهابي. المسؤول العربي أكد أن هذا الهجوم لم يمنع الليبيين من المضي نحو العملية السياسية، كما اعتبرت قطر الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات عملا إجراميا مرفوضا يهدف لتقويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. وزارة الخارجية المصرية أعلنت وقوفها إلى جانب ليبيا في مواجهة ما وصفته بالإرهاب وتقديم الدعم السياسي والأمني لتحقيق الاستقرار في ليبيا. كما أعربت تونس تضامنها مع الشعب الليبي ووقوفها مع البلاد في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف التي تسعى إلى إجهاض المسار الانتقالي.
هذا استنكر عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي الهجوم على مقر المفوضية، وطلب عبد النبي في اتصال مع قناة النبأ بنقل المقر خارج طرابلس، ومشيرا إلى أن ما وصفها بالميليشيات تسيطر على العاصمة بحسب تعبيره. أنا طلبت بها من سنة فاتت والله 10 شهور، قلت المفوضية مسيطرات عليها ميليشيات وعصابات لازم تطلع من خارج طرابلس ولازم تتغير. هذا الكلام قلت أنا من سنة فاتت أو 10 شهور، وما زلت متمسك به لأن بصراحة شفت بواحكم اليوم ضروري تنقل وتعاد هيكلتها من جديد. بصراحة في تلاعب وفي تزوير في الأرقام الوطنية وفي تزوير في الهوية الليبية ومسيطرات عليها ميليشيات، واليوم شافت الناس كلها بعيونها. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري إن العاصمة طرابلس غير آمنة ولا يمكن أن تجرى فيها انتخابات شفافة ونزيهة لوجود ما وصفه بالميليشيات المتطرفة وانتشارها في العاصمة. المسماري في تصريح لإحدى القنوات عقب الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكد أن الحل الأنسب يكمن في تجديد الثقة في قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر ودعم ما سماه بالجيش لإخراج ليبيا من أزمتها على حد تعبيره. وأشار إلى أن حفتر سبق وأن دعا إلى نقل مقر المفوضية إلى الرجمة، وأكد بأنه لا وقت للانتخابات في ظل ما وصفه بالظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. ومن جهته طالب رئيس أركان سلاح الجو التابع لميليشيات الكرامة صقر الجروشي طالب بنقل مقر مفوضية الانتخابات إلى بنغازي. وقال الجروشي في اتصال مع قناة النبأ إن الإخوان المسلمين لا يريدون الانتخابات ولم يستطيعوا حمايتها في طرابلس على حد تعبيره. ما هم الأخوان ما يبش انتخابات مش في صلاحهم. بعد مرضة المشير قالوا مرضوا وقالوا مات، وإذاعات يخططوا والمحللين يخططوا والمراسلين يخططوا افشلوا، يبقى صوتهم ضعيف ولذلك بأجل الانتخابات. ونحن الانتخابات إن شاء الله كثير تستمر، فهمتوا؟ هم مش قادرين يحموها في طرابلس، يجيبوها لنا زي البرلمان حيكون محمي. هذا اعتبر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اعتبر نقل المفوضية بالأمر غير المجدي في الوقت الذي تنتظر فيه المفوضية البدء في الانتخابات أو الاستفتاء. وطلب السايح في مداخلة سابقة مع قناة النبأ الداعين إلى نقل المفوضية لتقديم مبررات مقنعة للشعب الليبي. الانتخابات ليست حلا ولكنها القاعدة التي يجب أن ننطلق منها في للبحث عن الحلول. العديد من الساسة والعديد من النخب تضع الانتخابات في سلة الحلول، بينما الانتخابات هي القاعدة، هي الأساس، هي القاعدة لممارسة السلطة والتداول السلطة، ويجب أن نرجع لقواعدنا والقاعدة القواعد الديمقراطية لكي ننطلق منها للبحث عن حلول فيما يتعلق بالمصالحة، فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، فيما يتعلق بالاستقرار الأمني. وفي ملف مدينة درنا أفاد مسؤول الإعلام بمجلس الشورى مجاهد درنا محمد المنصوري أفاد بأن ميليشيات الكرامة قصفت المدخل الغربي للمدينة بالمدفعية الثقيلة. أوضح المنصوري في اتصال مع قناة النبأ بأن القصف كان بثماني قذائف من نوع هاوزر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حي السيدة خديجة في مدينة درنا. نقلت وكالة رويترز عن المحامية الفرنسية راشيل ليندون قولها إن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر يواجه دعوى أمام القضاء الفرنسي على خلفية اتهامه بالتعذيب والوحشية. أضاف ليندون أنها رفعت الدعوى القضائية ضد حفتر نيابة عن كندي من أصل ليبي، وطلبت الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق أسرة المدعي في بنغازي خلال ما سمته ميليشيات الكرامة بالحرب على الإرهاب. أفاد مصدر محلي في مدينة سبها بتجدد الاشتباكات في المدينة إثر تقدم قوات تابعة للحكومة المقترحة وأخرى لميليشيات الكرامة من محاور عدة تجاه تمركزات لمسلحي قبيلة التبو. أوضح المصدر أن التقدم من 3 محاور أولها تقوده كتيبة شهداء سبها ويمتد من مقر الشرطة العسكرية وصولا إلى معسكر الحراري، بينما تقوده كتيبة شهداء الواو المحور الثاني
الذي يبدأ من خزان الثانوية حتى قاعة الشعب، فيما فتح محور ثالث للاشتباكات من تقاطع الصحي بالقرب من مركز سبها الطبي وحتى قاعة الشعب. وثقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا 31 إصابة في صفوف المدنيين خلال إبريل الماضي. أوضحت البعثة في تقريرها الشهري الذي نشر عبر موقعها الرسمي أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل 4 حالات وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة. وفادت البعثة بأن معظم الإصابات في صفوف المدنيين نتجت عن القصف وإطلاق النار والمتفجرات من مخلفات الحرب، وذلك إضافة إلى السيارات المفخخة. مشاهدينا الكرام، النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. البنك الدولي يحذر ليبيا من استنفاد احتياطاتها من النقد الأجنبي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. كشفت وزارة الاقتصاد بالحكومة المقترحة أن قيمة طلبات توريد المواد الغذائية برسم التحصيل بلغت حتى نهاية إبريل الماضي 500 مليون دولار أمريكي. الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحة إدارة الدعم الفني التابعة لها أوضحت أن القيمة المالية المودعة لصالح توريد مواد غذائية حتى مطلع مايو الجاري بلغت 347 مليون دينار لفائدة نحو 300 شركة محلية. أضافت إدارة الدعم الفني التابعة للوزارة أن بنود التوريد شملت اللحوم المجمدة والمواشي والزيوت والبقوليات والحليب المعقم. حذر البنك الدولي ليبيا من احتمالية استنفاد احتياطاتها من النقد الأجنبي أو الاضطرار إلى تطبيق تعديلات خاصة لتفادي نشوب أزمة إذا ما استمر الإنفاق العام على معدله الحالي. وقال البنك في توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إن ارتفاع معدل التضخم مع ضعف تقديم الخدمات الأساسية في ليبيا ساهم في زيادة معدلات الفقر وتفاقم الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. كما توقع البنك أن يتعافى نمو الاقتصاد المحلي ليبلغ 15% هذا العام وأن يصل المتوسط إلى 7.6% للعامين القادمين، بحيث تشهد الميزانية العامة تحقيق فائض من عام 2020 فصاعدا. وصلت شحنة جديدة من الوقود والغاز المسال إلى مستودعات شركة البريغيا في سبها استعدادا لتوزيعها على محطات المدينة. وقال مدير مكتب شركة البريغيا في المنطقة الجنوبية عامر العادلي للنبأ، قال أن الشحنة القادمة من مستودع مصراتة تحوي 86 لتر من البنزين والديزل إضافة إلى 23 طن من الغاز المسال. وبجانب توزيع الغاز قال العادلي إنهم يعملون على صيانة خط تعبئة الاسطوانات حاليا، بحيث يبدأ التوزيع فور الانتهاء من الصيانة وقبل دخول شهر رمضان المبارك. أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة المسح الوطني لقياس ارتفاع ضغط الدم في مدينة طرابلس. وتستمر الحملة بحسب ما نشره المركز عبر صفحته على فيسبوك طيلة شهر مايو الحالي على أن تتمركز الفرق في ميدان الشهداء وجامعة طرابلس وميدان الفروسية ومطار معتيق الدولي بحسب المركز. في نالوت أقيمت جلسة حوارية بعنوان العنف ضد المرأة. الجلسة تناولت ظاهرة الطلاق التي تعد إحدى نتائج العنف الذي يمارس على المرأة وأسباب انتشارها في المجتمع الليبي وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها. تطرقنا للعنف وتعريفه وأنواعه وأسبابه والنتائج الآثار المترتبة عليه وكذلك على التفكك الأسري باعتباره نتيجة مهمة للعنف والآثار السلبية التي تتأثر على هذه الظاهرة. وأكدنا على أن العنف لا يقع من المرأة من الرجل ضد المرأة فقط، وإنما قد يقع من المرأة ضد المرأة في كل المستويات، سواء على المستوى الضيق أو على المستوى الآخر، وهذه الظاهرة متأصلة في منذ القدم. مسجد شحلية يعد من أبرز المساجد العتيقة في منطقة تساوة الذي يعاني من قلة الصيانة. وفي ظل إهمال الجهات المسؤولة تنادي عدد
أو تنادى عدد من شباب المنطقة من أجل ترميم هذا المسجد. بقيت شامخة لعشرات العقود رغم العوامل الطبيعية، معالم دينية لا تزال تزخر بها منطقة السوا ببلدية وادي عتبة في الجنوب، أبرزها مسجد شحلية العتيق أحد أعرق المساجد التي شيدت في المنطقة، وظل منارة علمية تقاطر عليه ساكن القرى المجاورة لتدارس الفقه والقرآن الكريم. هذا المسجد له أكثر من 80 عاما، وهو لا يزال إلى حد الآن يقوم طبعا بتأدية لرسالته السماوية، رسالته الدينية، حيث هذا المسجد الذي هو أثره موجود أمامنا لحد الآن تطور طبعا على مراحل. فهذا المسجد الذي يعاد لحد الآن طبعا في عادة ترميمه تو الآن، هذا بني طبعا في عام 1942. ثلة من الخيرين تنادوا لترميم المسجد من التصدعات التي اعترت، سعينا لنفض غبار النسيان والإهمال عنه بما جادت به المنطقة من أحجار وطين لازب تدخلت في بناياته الأولى. نحن هدفنا من ترميم لمثل هذه المساجد القديمة في هذا العصر هو تعريف شبابنا اليوم الذين انخرطوا مع تيارات العصر ومعرفة الحضارات الإسلامية القديمة. معرفة الحضارات الإسلامية القديمة لم يعرفها شبابنا في هذا اليوم، التي كانت في زمن أجدادنا، لأن أي موروث قديم له قيمته التاريخية. نداء لقي أذانا صاغية لدى أبناء المنطقة الذين سارعوا للتطوع لإعادة ترميم المسجد، تعلقت قلوبهم به وتناثر عبقه في ثناياه وصلت روحه في نفوسهم. ترميم مسجد شحلية العتيق من قبل الأهالي خطوة تبدو رائدة في إحياء المبادرات التطوعية وتفعيل الحراك المجتمعي الذي يعوض مع ضعف الأداء الحكومي نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل معكم إلى ختام النشرة، ونذكركم بأبرز العناوين. 13 شهيدا وتسعة جرحى الحصيلة النهائية لاستهداف مقر المفوضية في طرابلس. مطالبات من قادة ميليشيات الكرامة بنقل المفوضية العليا إلى الانتخابات إلى المنطقة الشرقية. قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر يواجه دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي. وتابعتم أيضا البنك الدولي يحذر ليبيا من استفادة احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا استمر الإنفاق العام على معدله الحالي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، تابعوا مزيد من الأخبار على موقعنا النبا دوت تي في وعلى صفحاتنا على التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.